رهبة الجنينة. والله الجو لطيف. طيب والجنينة؟ في غاية الجمال. ايه اللي عجبك فيها؟ الازهار بس وحسن التنسيق. انت كنت وعدتيني بفنجان شاي. ايوه صحيح، حاضر يا بابا عن اذنك. سبحان الله، انا ما يعجبنيش الا شاي والقهوه اللي تعملهم نوال بإذنك. معلوم بتعملهم بنفسك طبعا، مش ابوها ربنا يخليها. اهي هي اللي فضلها لي من الدنيا. لا 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 لا. شوف الجناين برضه ما قدمش الشجر. والله انا شايفه من كام يوم تعبان شويه. لا لا لا، ده هو اللي بقى راجل كسلان. ان ما كنتش اقف على ايده في كل حاجه ما يعملهاش مظبوط. طبيعي نقص الذوق. من جهه الذوق ما تقوليش. شوف الحبه اهي هي اللي رسمها. مين؟ نوال هاني؟ هو في غيرها؟ وبرضه البركه فيك، لابد للذوق من شوية علم. صحيح يا ابني، أنا قضيت حياتي في دراسة علم النبات. ده أنت درست حاجة في علم النبات؟ لا والله، دي شوية معلومات صغيرة. يوم كده نكون فاضيين وندردش شوية. وكله صروف. انا عندي مكتبه هايله. لا لا لا، دي المعلومات اللي عندي. ما هو برضه سفيد الاطلاع كويس. كنت رايحه لبالك. حضري فنجان كمان. حضري. دي فكره فنجان. راح يودي العود بتاعه زي حاله. والله انا اعجبت بالشاب ده. صحيح انا كنت متردد انه يسكن في الاوضه، لكن ظهر لي انه في غايه الادب، ومش بس شاعر وموسيقي كمان. لا ده كلمني كويس في علم النبات. انا مبسوط منه. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. جدا. دي ما كانتش للسكن، انما انا فاهم ومتشكر قوي، لان صحيح كان كل املي اني اسكن هنا في المعادي. اتفضل استريح. الله ما شربتوش ليه؟ عاوز لبن؟ لا متشكر. أنا كمان أحب سادة كده. الشاي في الحقيقة مفيد، يفتح الشهية ويقوي النظر. تعرف بينزرع فين؟ أظن في اليابان والهند. الصين أهم. في مقاطعة اسمها فوكين تطلع أحسن شاي في العالم. الشجرة الطيبة تدي في السنة 7 قرطاس، وأول قطفة من ورقها في شهر مارس، وده أحسن له. الله، انتوا قاعدين تتكلموا وما كلتوش حاجة. اتفضل. برافو عليك، الدور ضاع. أنا صحيح قللت السكر. واحد دي عايز فكرة فندم. عاوزني أنا؟ تسمحوا لي؟ إنما أنت ما أكلتش. والشاي؟ اتفضل اتفضل يا ابني. انما ازاي عرفت اني ساكن هنا؟ هو اللي اسال يتوه؟ كنت هنا مع جماعه في الكازينو وبعدين فكرت اني اجيلك. اهلا وسهلا، اتفضل.
الله، انت مش ساكن هنا ولا ايه؟ لا انا قصدي في الناحيه الثانيه. اهدى اهدى. القرشين اللي معاك اجيب غيرهم؟ اظن ان الشعر حلو. ارجوك ما تنساش اني صديقك ومصلحتك تهمني. انا رايي في الحياه غير رايك. انا رايي انك ترجع تاني لاهلك وسيبك من الخيال اللي انت فيه. الخيال ده نعيم الروح، دنيا الامل، حياه النفس. هو في احسن من الوحدة؟ انا شاعر احب السكون، ما احبش حد يقطع عليا تصوراتي حلمي. انا سعيد كده. اهلي ما يفهمونيش ولا انا افهمهم. انا قلت كده لاني قلبي عليك. ده احنا اخوات. فاكر ايام المنصورة؟ والله كانت ايام حلوة. وانت عامل ايه مع عمك؟ مطلع عيني. معلش كلها كم شهر وينفك الحج. استنى ليه لسه بدري؟ لا يا عم المواعيد قربت. انا سعيد قوي بشوفك. وانا اسعد منك ومتشكر قوي اللي سالت عنك. انت مجنون؟ لا انا جاي. انا جاي. والله الواحد كده اظن عشان نسيت الشباك مفتوح. يمكن الهوا صحاني. حرام ان الواحد ما يتمتعش بهوا الصبح. عشان كده دايما بتصحي بدري؟ عرفت ازاي؟ بشوفك من الشباك. بقى الصبح بدري؟ ايوه. امال مش بشوفك ليه؟ والله بخاف. من ايه؟ ربما اضايقك. ابدا بالعكس. أول زهرة ده من زرعي أنا. أحسن حاجة في الدنيا أحبها البنفسج. صحيح جميل. ده بابا هيفرح قوي لما أقول. إلا الحق ما كملتيش ليه غنوة امبارح؟ أنت سمعتني. مش بس امبارح، أنا سمعتك كتير. وبرضه جيلي دلوقتي والنادي كنت مشغوله قوي. واول ما فضيت جيت حتى ما استنيتش احمد لما يجي. وازاي كويس؟ اختك مجنون. وايه اخبارك؟ مفيش، بس بابا اكلني الاوضه اللي في الجنين. ازاي؟ حلقها طويله. لكنها مين؟ بالسبب شكله ايه؟ عارف انما اخلاقه غريبه دايما مشغول بروح. وهم كلهم كده. تعرف ان السمنت كويس؟ حس من بقك. السمنت قال. طب ده انا خسيت كيلو و60 جرام. كنت كل يوم العب ساعتين تنس. يا شيخه. والله العظيم انا شوف. صحيح اتمريت كويس. اما شمس الاقصر مسؤول لي لا معادي ولا يحدى نور. لازم شفت مقبره تتعنخ امور. طبعا ده ياما قضينا ليالي جميله. انا سمعت ان مناظر النيل بتضحك. نيل ايه؟
اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازاي صحتك وصحة البيت؟ بدي اسلم عليه. والله نزل مصر. طيب من فضلك بلغيه تحياتي. حاضر، بكرة حجيلك مصر. لا خلينا انا اللي اسوق. تفضل. يظهر ان الهانم عزيزة عليك. اوصاف دي زي اختي تمام. امال ما شفتهاش ليه؟ ما هي كانت مسافرة في شهر العسل. والبيل اللي معاها جوزها؟ ايوه، ربنا يهنيه. تعرفي ان بنفسك كتير فتح؟ ما هو وقت، انما انا اللي اكتشفت اول ظهرة فتح. وانا اكتشفت الثانية. انت بتعمل ايه طول النهار؟ بضرب عود. قد كده بتحبه؟ اوي. ليه؟ بقول له اللي مش بقدر اقوله للناس. بتقول له ايه؟ بشكيله. من ايه؟ من الوحدة. صوته جميل. يا اللي بتنادي أليفة والفؤاد حيران.
بتحب الكروان قوي. ما انا وحيد في العالم. طب وهو الشاعر يبقى لوحده؟ احيانا. والخيال؟ بعض الخيال احلام. وانت ايه احلام؟ مش بعيد تحقيقها. نقصك ايه؟ القلب اللي يعطف عليا. بديع. انا في نعيم. احنا الاثنين في نعيم. Thank you.
عاوز يعذب ليه؟ ما اعرفش جاني منه جواب اهو. سيدي العزيز، ابدا خطابي بشكرك على ما اوليتني من رعايه، ويحزنني ان اخبرك اني عزمت على فرك حجرتي صباح الغد لعذر قاهر، وتفضل بقبول ازكى تحياتي وعظيم احترامي. المخلص محمد فكري. ايه العذر القاهر ده؟ الله اعلم. خسارة. صحيح خسارة. المقصود ربنا هيئ له ما فيه الخير. انت اتعشيتي ولا لسه؟ والله يا بابا ما لسه. ليه؟ اكلت العصر. برضه كده؟ لا، هقعد معاك. ميرسي. الجرايد ان في وظيفة مدرس موسيقى بمدرسة المنصورة، قدمت طلب وجاني الرد ومسافر بكرة الصبح. اقوم كده. معلش استناك، انا دايما لك. اكتب لي دايما
على عنوان أوصاف وقلنا على كل خطوة تعملها. طبعا ما قدرش أقعد معك أكثر من كده. بابا مستنيك. هشوفك الصبح. لا يعني نودع بعض. اتمنى لك كل نجاح. خير ان شاء الله. ابن استشهد كم منتظر. اتفضل. مبروك يا الله يبارك فيك. انما برضو الفضل لك. انا عملت حاجة. ازاي؟ جواب التوصية بتاعك كان له تأثير كبير. لا 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 لا. انت النشاط. المهم انا منساش فضلك. الفضل لله يا فكر يا ابني. انت هتسكن فيها. والله ما تسكن عندي. وديك القطين اللي فوق السطوح. يا ريت. وعشان خاطرك هنزلهم لك نص ريال. كتر خيرك. هم عملوا لك كام في الشهر؟ 6 جنيه. اشياء معدن. اتفضل. ياه ده انت ما بتشربهاش. ومن امتى راح تشتغل؟ من يوم السبت. عال عال عال. وتبقى يا عم تسمعنا حاجاتك الحلوه. ده انا احب المزيكا قوي. يا خسار كان فوق يدلدل. الله يرحم زمان وايام زمان. عن اذنك بقى بدي. اتفضل يا ابني شوف شغلك. انا هخليهم يجهزوا لك الشقه من بكره ان شاء الله تكون جاهز. ان شاء الله. متشكر قوي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمه الله. ابعت لها تلغرام. Oh.
الكل. وريني كده وريني. جاهدت وفزت، انتظري خطاب محمد. فاز؟ ايه كسب نمرة؟ اتوظف في بنك؟ في مدرسة؟ خوجة مدرس موسيقى. وتبقى ماهيته كاملة. وبدك تتجوزيه؟ ايوه. ومال بكرة تزيد ماهيته. لو قال ما ترميش نفسك. ازاي؟ سيبك من الشعر والخيال، الحب لوحده ما يكفيش، ده حلو في الاول بس، انما بعدين لكن احنا بنحب بعض. بتحب في ايه؟ كل حاجه. حقك. تفضل تفضل تفضل. حمد الفندي، هاتي حمد الفندي. عن المؤخر الواحد دي بيسأل عليه. فين؟ تحت. قال لك على اسمه؟ لا. شكله ايه؟ بقى انا ده الله حلمي فكري. اهلا اهلا. ليه؟ معرفة قديمة. على المؤخر كيف كيف؟ انت فين؟ والله انا مكسوف منك يا سيدي. اولا اهنيك على الوظيفة الفنية الحيلة دي، وثانيا اشكرك على جوابك الرقيق اللي فرح قلبي، انما ما تاخذنيش يا محمد. ما كانش عندي وقت افتكر، واديني جيت لك بنفسي. اهلا وسهلا. وهقعد معاك كام يوم. تآلف وتشرف. انما جيت لك على الحديدة. البيت بيتك. تعرف اني جاي لك ماشي 3 كيلو؟ منين؟ من العزبة. كانت خناقة الرب السماء. مع مين؟ حضرة العم المحترم. لسه مضايقك؟ سقيني المر، تقولش هي فلوسه. عندك حاجة تتاكل؟ أيوة. إنما إيه؟ هات الموجود، هات. راشد أنا هقعد معاك قد 15 يوم، وبعدها هنزل مصر أحضر القضية، ونفس المحامي بتاعي واثق إن المجلس هيرفع الحج بعد ما خلصت كل ديوني وبقيت عال. إنما هتنايمني فين بقى يا عام؟ سرير. وأنت؟ زي ما يكون. ده انا يظهر ولا حدايقك. بس عبيط، هو في فرق بيننا وبين بعض؟ وعشان كده انا جيت لك وما حبيتش اروح لحد من قريب. طبعا. انما الساعه كام دلوقتي؟ ياه ده لسه بدري. قوم بينا نتمشى على شرق البحر. قوم قوم. ايه ده يا واد؟ كارت مستعد؟ لا. امال ايه؟ حقيقي؟ ايوه يا ابني. ايه ودي تبقى مين دي؟ خطيب. الله اكبر. تعالى يا تعالى. من امتى؟ من زمان يا اخي. من ايام المعالي؟ ايوه. طب ما قلتليش ليه؟ ما شفتك. اديك شفتني. لازم تحكي لي كل حاجه من طقطق لسلام وعيد. طيب يلا. حلمي حلمي اصحى بقى. ايه النوم ده؟ بدي اقول لك كلمتين قبل ما اروح المدرسه. قول. لا ما ينفعش كده. صحصح قبلك. يا سلام يا محمد. قوم حديك فلوس. كده بجد؟ اسمع بجد. لا انت قاعد في البيت وانا مشغول في المدرسه. فعليك انت بقى يا بطل اداره شؤون البيت، وهو اللي فاضل من ماهيه الشهر ده 180 قرش. اعمل حسابك انهم يكفونا لاخر الشهر. ياه. لا معلش ربنا يفرجها. انا برجع الساعه 12 ونص. حاضر يا سعاده البيت. سعيده بقى. سعيده يا اكرم. فلوسك. النوتة اللي حفظتوها امبارح. مين بقى يوصلني صلاة فينا صلاة
نشيد تحية العلم. هو لما يجي لك ضيف ما تعملليش عزومه؟ لك حق، صحيح انا نسيت. انما ايه؟ ما تتخافش، الحسبه دي كلها ب40 قرش بس. بس بس طيب، ودي بكام؟ فكرك بكام؟ معرفش، دي نقطه خدتها ب60 قرش. طار الجنيه. لا محمد، المرايه وجودها ضروري جدا في الاوضه. بالله عليك يعني اسرح شعر راسي ده، اضبط الكرامات ازاي واشوف روحي خافز ولا راضي؟ طيب يا سيدي، احنا قلنا حاجه. اتمتع يا عم اتمتع. والله عمرك ما شفت روحك برادل. وعمري ما راح مني جنيه بالشكل ده. وعمرك ما هتاكل اكله زي دي. الله يشوف السدر ولا الورد كله زي بعض. لكن مين اللي طبخ لك الاكل ده؟ مراتي المعلم حلفي وليا بنت حلال، انما جوزها ده على جنب. ده راجل ظريف قوي وكلامه حلو. كلمك الحمام. يا سلام، ده خلى عقلي طار. ايه شرب الميه ده؟ اعمل ايه؟ ابلع؟ معلش، يوم عسل ويوم بصل وكلها يومين، ده تلاقي لا ده ولا ده. ليه انت معاك كام؟ 7 ساعات. وهنعمل ايه من هنا لاخر الشهر؟ فاضل كام يوم؟ 9. لا والله يا شيخ، فديت نفسي عن الاكل. وهو فين الاكل؟ وايه العمل؟ انا مش قلت لك من الاول تعمل حسابك؟ هو ده بستغرق محمد. عايزين فلوس. منين؟ ما تستلف المعاد الحمد. لا ليه؟ ما تعودش يا سيدي، ما فيهاش حاجه. لا 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 لا، نموت بالجوع بقى. انا والله كان بكل امنيه يعني ابيع الساعه ولا الخاتم، لكن دول سوفينير. وانا كمان ما اقبلش انك تبيع حاجه وانت في بيتي. امال يعني نعمل ايه بقى في الحمام؟ اقول لك نجيب حاجه وده. زي ايه؟ البصار والكام كرسي دول. موافق. والمرايه دي كمان نباعها. لا، المرايه ضروري وجودها جدا في الاوضه. هو يعني من غير مرايه ما نعرفش نعيش؟ وتربط الكرافته ازاي؟ يا سيدي نربطها في باب الشباك. موافق؟ موافق. موافق تمام يعني؟ موافق. اوامك قبل ما يقول لا. معلم حافي يا مقزقز. نعمين تعال اوامك. حمامنا
الكوريدور. نعم. تعرف واحد بتاع موبيليا؟ اعرف. ليه؟ عايزين تشتروا حاجه؟ لا، عايزين نبيع. تبيعوا؟ بيعوا ايه؟ المرايا والترابيزه والمصابه والكراسي. الله 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 الله، تكونوش على المؤاخذة مسافرين؟ لا يا معلم حنفي، اصلها حاجات ملهاش لزوم. محمد الفني، تكونش على المؤاخذة معذور في اي شيء؟ لا لا ابدا ابدا، اصلها حاجات زحمة القوره قوي. عرض روح اجيب واحد طيران. الوداع بقى. السلام عليكم. سلام. عاوزين نبيع المرايه دي. نقص زي ما يعجبك. دي بنور اصلي. بنور؟ دي ازاي؟ ازاي دي اشتري يا عم؟ انت تعرف حاجه؟ نص ريال. نص ريال؟ يا راجل. طب على انا بريال. حلال على ايه؟ وانا اشتريه. غيره كمان. والبساط ده؟ اقول كلمة واحدة؟ اه. البساط والمراية باربعين سال. مالك ومال المراية؟ المراية ما خدتها انا. هي كلمة. طيب عليا انا بجنيه. جرأي يا ابو محمود، بتحدى علينا كده ليه؟ سيبك انت، احنا فاهمين بعض يا بابا. ومال انت معا فيهم، جايبني ليه؟ السلام عليكم. الف سلام. الف. انت يا عم، انت حبيبي. سيبك منه، انك زهر. طب الجنيه بتاعك هو. طب والكراسي؟ طب معلش هات الجنيه. ما تاخدهم معاك بقى. عاد من وقت. بس خليهم هنا. ادي من ثلاثة. على اضرب لهم حته. انا محسوبك. عاد من وقت. طب. ايوه. هات. اهم. كام؟ ثلاثة؟ أيوة وأنا ثلاثة. متشكر يا فكري. يا سلام. أنا ممنون أوي، وتأكد إني مش حنسى معروفك ده. متأسف أوي، كنت عاوز أوصلك المحطة، إنما جرس الحصة وضربه. يا سيدي خليك أنت في عملك. على اليمين واليسار طر. سر. أنت أول. سر. طيب أشوف وشك بخير بقى. مع السلامة. على المحطة يا أسطى. Thank you.
المخلصة نوال. تعبانة. انا سمعت ان خلاص اتفك الحاج وناوي تعيد ايام زمان. العب هو انا طلبت حاجة. نشوفك الليلة بإذن الله. ربع مشي. اسمح لي اقدم لك صديقي حلمي بيه من مصر. خيرا بيه. تشرفنا بيه. نوازي الحمد لله. كتب لي جواب وشرحت الموضوع بكل وضوح. تفضلي. انما في الحقيقه هو كان غلطان. ليه بقى؟ انا جايه اول ما اتفقوا ما كانش الاتفاق. والهانم مبسوطه هنا؟ ايوه نفسي. مؤكد مصر ولعه دلوقتي؟ طبعا شهر يوم. والله انا بشجع على حسن. مش عارف شفتك فين. ايه؟ صديق عنده صورة تشبهني. اسمه ايه؟ محمد فكر. تعرف؟ اعرفه. ده اخويا. وعايش فين؟ في المنصورة. شفته امتى؟ كنا دايما سوا. وازاي صح؟ عادي. كانت حاجة فكري ما يخبيش عني حاجة. مين؟ أنا حارس محمد أفندي. على المؤاخذة عم تسوي تعبان أوي وأنا مرخوم بيه لوحدي. لا سلامتكم. هموت يا ابني. لا بعد الشر عليك. ايه اللي بيوجعك؟ جنبي الشمال. اجيب لك حكيم؟ الحكيم ربنا. ربنا هو الشافي. لا انا رايح اجيبه لك احسن. خد بالك يا معلم. انا بس ما بغيبش منك. السلام عليكم. عليكم السلام. ادي الدواء اهو. وادي جواب جالك يا عم. بس بقى عندي شغلانه قاضيها وتم راجع على طول. على الله. عزيزي محمد، اهدي اليك احر اشواقي واتمنى ان تكون في اتم الصحه. أما أنا فإن حياتي على وتيرة واحدة، لولا أن هناك مفاجأة سأخبرك بها، وهي أن صديقك حلمي بي موجود هنا لتبديل الهواء، وقد تحدثنا طويلا عنك، سأكتب لك غدا بالتطويل، وتقبل خالص تحيات المخلصة نوال. حلمي هناك، برضو يراعيها، حلمي مخلص. فكري صعبان عليا. ليه؟ ما هيجوا شوية. بكرة تزيد. والمستقبل لسه قدامه. والله مش باين. الموسيقي عمره ما يختلف. وبرضه فكري مش مهتم بنفسه كما يجب. بيمشي مع ناس أقل منه. طبعا ده من طيبة قلبه. إنما برضه ما يصحش. إيه الأسرار دي؟ أيوة أسرار. محدش يعرفها الا انا وهي كده. طب معلش انا بقى. يا شيخة امي مكتوبة من ايه؟
ما عرفش ارقص. تاكدي انا والهانم انك معايا حتى تقصي. لا بلاش ارجوك. بالعكس دي رقصه سهله جدا. لا ميرسي وبابا كمان مش يعني هو راح يزعل لما يعرف انك رقصت. بالعكس ده ينبسط. قومي قومي ما تقلقنيش انا هرقص كمان. احمد متأسف أقول لك إن المدرسة استغنت عنك. إنما كان سبب التأخير مرض عم السوقي. عارف إنما إحنا سمحنا لك بأجازة 7 أيام حضرتك تغيبت 22 يوم. ما هو كان في حالة خطرة. ولكن بعد ما مات حضرتك برضك ما جيتش. أيوة صحيح لأني قعدت بعدها أسبوع رائد. أنا مقدر مركزك ولكن بكل أسف إدارة المدرسة جابت مدرس غيرك خلاص. طب معلش. أنا نفسي كده أغيرك خالص. الحياة عاوزة كده يا نوال هاني. الحياة جميلة. الناس، الأصدقاء، المعارف، الحبيب، الخطيب المنتظر. فكر ما يحبش الحاجات. طب انت جدع ده، انا مسلوقه منه قوي.
بقالك هنا يجي شهر ما بعتلكيش الا جوابين. حضرته زعل لما رقص وقال انه مستاء جدا. معلوم ما دام بيحبني غير عليا. معلوم بكره يحطك في ام ما تشوفيش اللي خلقته ما تسمعيش الا صوته ويا ريته غني. الا يا حق يا مولاي كما خلقتني. كفايه اننا بنحب بعض حبيبي. اذا كان المهر كله حب نوال انا اعزك واتمنى لك كل سعاده والسعاده دي يا حبيبتي ما تجيش الا بالفلوس. لازم تتجوزي واحد غني يلبسك ويفسحك ويصرف عليك واحد زي حلو. لا راجل بمعنى الكلمه وانا شايفاه كده انه ده يبقى انا مساعدك لو اتجوزتي ابن واحد باشا وغني وجميل. اديني عقلك. لا يتاكل ولا يتلعبوا. طب ده انا عندي عبسيات لما اخوهم القمره لين طالعين يطبقعوا زي الجلاجل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا مرات حسن تعديوني. هو ده اللي بيتقل عليه قبل بلبسجي. ده انت غشيب قوي. تعال قوي يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومحمد افندي فكري ساكن هنا. فكري فندي ولا بقى اللي عالي المزيكا؟ ايوه ساكن هنا. هو موجود؟ ولو ان فيها بالصوت يعني. عايزين ايه؟ وانت معنا تاني؟ بعد ما افضح الدفن. ما تقول موجود ولا مش موجود؟ موجود اتفضلوا. محمد افندي واحد عسكري عايزك. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك محمد افندي فكري مدرس الموسيقى؟ ايوه. نهارك سعيد يا فكري افندي. سعيدة. بس اتفضل حضرتك انزلنا على الاخطار ده. مبروك. على المؤاخذة انا سمعت الافندي بيقول مبروك. تكونش ستيت ولا مؤاخذة اتعينت قنصل. يظهر ان اخينا ده جدع ظريف. الا قول لي كمان ما تعرفش واحد اسمه معلم حنفي. معلم حنفي؟ ايوه. اهلا معلم حنفي. واسمك كله ايه بقى؟ اسمه كله؟ ايوه. حنف محمد المقدس. كويس. واسم والدك؟ الله. انت هتفتح لي محضر فين وجيم؟ بس جاوب يمكن يكون فيها خير. جاوبه يا معلم حنفي. ما تجاوب. حاسس عليك حاجه. اتفضل. بس يعني اتفضل. اسم والدك ايه بقى؟ حد محمد المقدس كراجل قد الدنيا واسال عليه المنصوره قاطبة. واصله لمصر من الكحكيين وكانت الناس تعبر بلغته قبل جبته قرش الدنيا. عال قوي. مبروك يا معلم حنفي. انت بتمضي ولا معخر؟ الله مش فهموني هختم على ايه؟ انت ما بتدي العقل. انت تعرف الله يرحمه الشيخ دسوق ابراهيم؟ اعرفه؟ اللي اعرفه؟ وانا عمري انساه. فانت طلع ملايلي. طيب تصدق يا حضرتك اني قعدت جاي عن جمعتين وانا اشيل واحط فيه ولا كان انه كان زي الجن عينه ما تغفل لا ليل ولا نهار ولا في جهه تفوت الا يا حنفي اول يا حنفي هتلاشر يا حنفي اهرشني لما وراني الويل. وفي البلد بيننا ولا مؤاخذه عبدي احساسي وانت اللي انت تتخه. الحمد لله يا شيخ ربنا رحمه ورحمنا منه. ما تقولش كده يا معلم حنفي. مبروك. ده كتب لك 10 صناديق. ليه؟ و 500 جنيه. ليه انا؟ لك انت. فين اللي بيطلع عليه ده؟ ده ورق فكره فندي كتب له 1000 جنيه و20 فدان. طب محمد يا اللي قفش منك يا محمد. طب محمد. فين فلوسي؟ بس طول بالك ان الله مع الصابرين. امضي اختم ليه؟ اختم ابوها. قال ختم اهو. رحت تستلمهم بقى من المحكمة. حمامة. انا حنزل اقول له ايه؟ الله يرحمك يا عم الشيخ دسوقي بس في كتوبة تحت راسك. صدقوا بالله انتوا مالكوا عليها حلفان. الراجل ده النار ما مات ذكرى ما تطلع عن بالي ابدا. لكن الراجل ده سكرة. الحق على فكرة العشر فريدين دول قبلي ولا بقى حليب؟ قبلي في مديرية جرجة. ودين النبي ده الواحد يتعب بتمنهم يعني ما يتعب حتى في ميراثي. على المؤاخذه
بنتي انت اتجننت؟ سيبك انت العكس ده كله من بره ولا بعتيه لامي؟ بعته لامي؟ الدلع عادي ده هي كانت امي مستنيه فضل خير. طب دي الطقم دي الطقم بتاع مواد الحكام يقف كده ليه؟ بين اغنيه انت فهمني العباره ايه؟ عم يجي فيه ولا ارحمه؟ قبل ما يموت كتب لي 100 جنيه و10 فدادين. ورايح اقبض دلوقتي. انا حليب وترديد. لا انا عاوزه جزء اساوس من بندقي. جزء واحد بس. عمري يا زهره. اديني بوسه بقى. اختي وعى كده. مفهوم اخد بوسه. يا سلام يا ابو محمود يا تختبني يا اختي. هدي بوز لخناتك. هدي بتعملي بوز زي كده جرب وبتاع سيمة. بقى سلفتي مرة أخرى. بس اعمليلي. تقف كده. ها؟ أيوه. حط على دراعي بقى. عايزات حاجة؟ ابقى هات لنا وياك بطيخة. بطيخة؟ ثورية استعباري بسأل سيما. أبقى رجع تجيلي 500 جنيه و10 فدادين. واشيل بطيخة؟ لا خلي البطيخة تمشي وراك. طب ربنا أنا أجيب لك جمل لحد. الدلع الدلع الدلع. نوال نوال بقينا سعداء. راح أبني لك البيت اللي أنت عايزاه. بيت صغير بين الجناين وفي الوسط تسقيه صغيره دور واحد 5 اوض واوضتك لون البنفسجي.
شفتهاش. قد ايه راح تفرح لما فاجئها واقول لها ان بيتها جاهز وتيجي معايا عشان تشوفها. اوعى تمشي من هنا لغايه ما نيجي. امشي امشي ازاي؟ ده يوم الحلقه. صدقاني طيب احلف لك ايه؟ وحياه عيونك اللي غليت. احلف كمان مره. وحياه عيونك اللي غليت كمان مره. ونفس عمي خير ربيع عارف. عارف امتى؟ النهارده الصبح. وموافق. الله الحمد لله على السلامة. ازيك يا حلمي؟ الله يسلمك. انا جاي اخدك اوريك البيت الجديد اللي فرشتولي تمام زي ما وصفناه يوم القارب. انت مش مصدقة؟ ايام البؤس والفقر راحت. مبروك. كفاية بقى يا فكري، انت ضايقتها قوي. حلمي ما كنتش منتظر. منتظر مش منتظر دخولك علينا كده قلة أدب. كان يجب انك تستأذن قبل ما تخش بيوت الناس. نواف صحيح الكلام ده؟ ما كانش يجب اخش من غير استئذان. نواف اتفضلي. كنت خايف اموتها من الفرح. موتتني من الغم. انا بحلم نوال وحلمي الحبيبة والصديق راحت معاه من غير ما تسأل. بيكلمني كأنه صاحب البيت لكن القلب مسروق والدم عشان اللي دخلك البيت ده؟ انا ما اقدرش اجاوبك وانت ماسكني كده. ايه سبب مجيئك البيت ده؟ لو حد غيرك سالني السؤال ده كنت اجبت تمام، لكن بالنسبه للصداقه اللي بيننا وبين بعض انا اقول لك انا باجي بيت خير ربي لاني خطبت بنته. نوال هو في غيرها؟ وهنتجوز بعد شهر. لكن انت تعرف يا حلم اني بحبها. عارف انت كان حقك تذكرني اني خلصتك من الورطه اللي كنت محطوع فيها. حرام انك تتعب بنت لنوال وتتجوزها وانت مش قادر تعيش روحك. نوال فقيرة وانت افقر منها. عرفت دلوقتي ازاي ضحكتوا على عقلها؟ فهمتوها ان المال بس هو سبيل السعادة في الحياة، وانت اللي راح تتجوزها لانك غني. انت اللي كل ده جنس. حلمت على نوال البريئة المسكينة ودلوقتي ما بتحبش غيرها. كذاب كذاب. اخفى عليك انت. ابدا حلمي اعمل معروف سيب لي نواه. ده هو نجي البيت والست عندكم اشاره. طول.
الله فين عيانة؟ حبيبي وعلى
كنت أحب الحياة وصيت خيالك نبيل. أنا كنت أحب الحياة وصيت خيالك نبيل. والقلب ودع وانت اليوم ده أبداً لأنه أسعد أيام حياتي. أنت حياتي ومليش حياة من غيرك. أنت حياتي ومليش حياة من غيرك. اعمل معروف يا ابني ما تنساش اللي قلته لك. واول ما توصلوا باريس ابعت لي تلغراف. واكد يا عمي. ايوه نزلوا الشرطة. بلى يا شيخ. ماشي. يا اخي سلام. ادي احنا وصلنا للسلام. الحمد لله. وضع حلوة. اوي. Yeah.
كنت شمع جوه البيت طفيتوني وكنت شمع جوه البيت طفيتوني لو عدت للمرة لو عدت للمرة هاتوا المر وسعودي هاتوا المر وسعودي يا لي يا 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 لي لي يا يا لي لو عدت روح لامك بس. احنا بعدين يا محمد. الحال ده ملوش اخر. الشخص منا يا جدعان برضه يحب. الحب جدعانه. لكن شرطا من غير بهدله وحرقه قلب. حكم عليهم مؤاخذه. الجدع منا لما يلاقي المحبوب معناها عطلق وسائل تقل. ولا بالعافيه ينحز غيره ينصحه مره. واثنين اذا العدل كان بها ما زوقنا يرميه ويرمي طبطه وعلى راي اللي قال من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه انت ما خلصت من ربنا ابدا اذا انت عامل في روحك ده اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنساها ما تفتكرش فيها بقى هي تسافر بس بره تتفتح وتهيص وانت تموت نفسك عشانها هنا تحرق دمك عشان واحدة بتسأل عنك وداية هايصة مع غيرك سافر انت كمان واشتغل المكاسب تنفسي اشتغل؟ اشتغل في ايه؟ اشتغل في ايه؟ غني اغني؟ فضلت عليك حسة فيش منه ولاتي ومدعدة وليك فن صنعة كمان ابو محمود اتفضل يا مقزقز يا مقزقز عايز ايه تعالى لحسن عاوزك اوامك علي الوقت ابن الحلاوة الطحنية بتتعمل من الطحينة السودا ولا الطحينة البيضاء لا الطحينة بتزدق بقيت مجنيني من هناك لحد هنا عشان سؤال زي ده في الجنة ايه قلت ايه والله فكرتك فكرة غريبة قوي فكرة عال بس هودني معادل المؤاخذة طول ما انت قاعد كده ولا حاجة تشغلك غصب عنك هتفتكر فيها ولا فيش في الدنيا زي الشغل نفس الواحد هموم ما تيجي نسافر بر الشام بر الشام؟ نعمل حفلة كرم ونهيص ونتنزه Thank you.
قلت لك ألف مرة أوروبا غير مصر. الأدب واحد في كل بلد. المهم ما كانش دوق منك انك تروح امبارح بالشكل ده الكبير. كنت مضطرها ليه؟ أنت رئيس؟ وزمو كده؟ وزمو مازال؟ دي انا عارف بيسموا العساكر ان ايه. الله يقضي شطانك يا شيخ. اسمها جندرمة. المهم ان الكرحات اللي عملتهم دول خلوا سيدك ضرب للسماء من تربينا. بس ابقى اتبسم انك انت بتغنى في الحمل. حاضر. طب احنا قلنا اتبسم معلش، لكن اللي قال المهببة دي اللي انت حكمت رأيك ان البيت مالها؟ مالها ايه؟ انا حاسس انها طبعا زي مرسيقتي وحتخني. مش هي حاضر يا استاذ، بس بيتنسى ده. طيب الحب فيه دوالي.
مش شغلك. نازل لعبته. اعملي معروف بلاش مضايقه. هو انا قلت حاجه؟ ايوه حلو. خليك انت في حالي وانا في حالي. انا الوزير كذبوني. لا لا احنا فيه حضرتك نزل عياك ليل نهار كان ما حدش مثل اب اللي انت فيه. يا ريشة لو انت عدل ده تهرجت واطهرت. الأكبر غلطة عملتها في حياتي إني جوزت واحدة فقيرة. أديني واقع في ورطة مش عارف أقول لك إيه. ده إيه؟ ما جراش. يا حبيبتي يا نوال أنت لازم تفهميني. وأنت بتقول حاجة. الليلة أنا لعبت والنحس فضل راكبني طول الوقت. تصدقي اني ما كسبتش ولا كوب. ما بطلتش ليه؟ كنت عاوز اعوض وطردت لغايه ما اتدهنت في 40,000 فرنك ولازم ادفعهم بكره. وما دفعتهمش. يضيع شرفي ويمكن اتسجن. اسمعي يا نوال انا هطلب منك طلب واقسم لك بتربه ابويا وابوكي ان بعدها نسافر طوالي على مصر. عاوز ايه؟ شوفي ما تزعليش كل حاجه تتعوض. المهم من يخلص دلوقتي. عاوز ايه؟ قول. انا متضايق قوي انما ما فيش حل غير كده. عاوز ايه؟ اديني الاغراض بتاعتك ادفع الدين واخلص اسمي وشرفي وسمعتي واللي يفضل نسافر بيه دغري وفي مصر اشتريك بدلهم واحسن منهم. اللي انت عاوز نفسيك. انا عارف ان قلبك طيب. ان انا حلفلي من هنا ورايح ما تلعب قمار. طب وحياتك ما انا لاعب قمار ابدا. باك بونجور ميسيو. باك بونجور ميسيو. اريان لابلي. المرحوم خيرت بيه. شفته قبل ما يموت؟ بكل أهل. كنت في الشام. بلغت متحلي. أيوه طريق جرائد. الله يرحمه. بقيت لوحدي. لا قريب ولا حبيب. حتى أوصاف رحت أزورها قال لي جوزها إنها عيانة والحكيم محرض ما تقابلش حد.
لسه زعلان مني؟ لا ابدا. انا تألمت كتير. الحق عليكي. لا هما اللي خدعوني، كنت جاهلة عبيطة. انت قاسي عليا. وانتي اجيلك فرحان معايا خاتم الخطوبة، الاقي معاكي خطيب تاني تروحي معاه من غير ما تسألي فيا؟ هو ده اللي انت شايله في قلبك مني. ازاي انت؟ وهو انا نسيتك، انا اول ما عرفت انك رجعت مصر جيت لك. يا ريتك ما جيتي. انا بحاول انسى كل اللي فات. والبيت اللي بنيتوه لسه موجود زي ما هو. لسه فوق ممكن. لزومه ايه؟ اشوف النعيم اللي راح مني. مهجور. يا ريتني ما جيت. قلتلك محدش ساكن هنا. لا مش حسيت لحد. مين؟ تعرف دلوقتي انا ساكنه فين؟ اللي كنت ساكن فيها عندنا. بعت بيتنا عشان اخلص ديون حلمي. امال قاعده في اوضتي ازاي؟ اجرتها مني. والبيت زي ما هو؟ كل حاجه فضلت على حل. بس يا خساره الشجره اللي عليها اسمنا احنا الاثنين قطعوه. وفي ظلها
ومليت حياة من غيرك. انت قلت كده لجوزك يوم جوازكم؟ انت بتجري بالكلام ده؟ خلاص خلاص خلاص، كل اللي بيننا انتهى. Thank you.
له الجواب ده. إلا بالله. كينا لسه شباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. فين دلوقتي؟ فين نواف؟ فين نواف؟ حطوا التنفج على تربتها. عاوز اشوف. دلوقتي مش في البيت. الدنيا برد قوي. ربنا يصبر قلبك. Thank you.
أمل راحل وحب مقيم